مهلا، خبر جديد. هل أنت مستعد لاستقبال كم من هائل من أخبار اليوتيوبرز؟ أهم الأعمال التي يقومون بها، أبرز الخطوات من مسيرتهم على اليوتيوب، من تقديم صاحب القناة إياد. كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فقط على قناة جوك تي في. مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. امبارحة كان مهرجان الـ ONDXB اللي كان مدته 3 ايام، والبارحة كان اليوم الثالث والاخير، حيث نور ستارز كانت حاضرة يومين، اما ساندرا ساهي كان لها شو خاص فيها يوم الجمعة اللي غنت فيه مجموعة من الاغاني المشهورة عالميا. اما في اليوم الثالث والاخير فحضر فيه نور ستارز مرة ثانية ودايلر وأحمد النشيط، حيث اجتمعوا على الخشبة أو خشبة واحدة لحتى لكونهم مجموعة من المؤثرين، فتكلموا على مجموعة من النقاط من مسيرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إجمالا، حيث كانت الأجواء مثل هيك. مهلا، خبر جديد. هل أنت مستعد لاستقبال كم من هائل من أخبار اليوتيوبرز؟ أهم الأعمال التي يقومون بها، أبرز الخطوات من مسيرتهم على اليوتيوب، من تقديم صاحب القناة إياد. كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فقط على قناة جوك تي في. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.